يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا على احلى واجمل واعظم جمهور في الدنيا. قبل ما نبتدي حلقه النهارده خليني اوجه رساله كده لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا في حلقه النهارده من السادسه. وعلى الرغم ان يمكن الموضوع قديم وبالنسبه لنا كان صفحه واتقفلت، لكن الحقيقه كابتن رمضان صبحي في كلامه امبارح او في لقائه التلفزيوني اللي ظهر فيه قال كلام كتير جدا. الحقيقه احنا ما كناش عايزين نعلق عليه لانه اسم رمضان صبحي بالنسبه للنادي الاهلي صفحه واتقفلت. كان السؤال بالنسبه لنا توقيت الظهور كان علامه استفهام. ولو حضراتكم تتذكروا انه نادي الاهلي يمكن طلع بيان يوم 12/8، اليوم ده احنا ما ننساهوش كلنا ابدا، ده يوم افتتاح استاد الاهلي، وطلع بيان وضح فيه اللي حصل مع رمضان صبحي على مدار الشهور الاخيره كلها في مرحله التفاوض، وكان الموضوع واضح وصريح والاهلي قال كل الحقائق والموضوع لغايه هنا نقطه ومن اول السطر الموضوع اتقفل ومحدش لعلق ولا حد رد لانه الاهلي حكى الحقيقه زي ما حصلت بالظبط. كلام كتير الحقيقه قاله كابتن رمضان صبحي امبارح، وزي ما قلت لحضراتكم علامه الاستفهام الاولى كانت التوقيت، ليه دلوقتي؟ ليه بعد الفتره دي كلها؟ وليه قبل الماتش المهم اللي داخل عليه النادي الاهلي؟ ما كانش فيه غير اجابتين منطقيتين. الاجابه الاولى انك انت بتحاول تجمل الحقيقه المره او انك انت بتحاول تشتت، واللي يمكن يكون مش مقبول بالنسبه لنا انك انت تحاول تشوه اداره النادي الاهلي او انك انت تحاول تكذب على جماهير النادي الاهلي، ده اللي بالنسبه لنا لا هو مسموح ولا هو مقبول. ولكن في جميع الاحوال احنا في مرحله مهمه جدا ومرحله يعني محتاجه حاله من حالات التركيز الكبيره جدا، فبنحتفظ زي كده ما بنقول ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال قد حضر رجاله وليس كل من حضر رجاله قد انا اوانه. فالحقيقه في التوقيت المناسب هنحتفظ بحق الرد وهنعرض على كل جماهير النادي الاهلي الحقائق بالادله والبراهين زي ما بنقول. لكن انا متاكد الحقيقه من ردود الافعال ان جمهور الاهلي واعي جدا ذكي جدا، يعرف يقيم ويعرف يوزن الامور ويعرف كمان يقرا ما بين السطور. نبتدي مع حضراتكم حلقتنا النهارده باهم العناوين. الاهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهه الطلائع السبت في ختام الدوري العام. معلول يعود لتدريبات الاهلي غدا بعد جاهزيته لنهائي افريقيا. البدري يعلن قائمه مبدئيه للمنتخب استعدادا لمباراتي توجو. اتحاد الكره بيقول كاف وافق على اقامه نهائي دوري الابطال بدون جمهور ببرج العرب. ميلان يخسر نقاطه الاولى في الموسم بعد التعادل مع روما. رئيس برشلونه يرفض المطالبه له بالاستقاله. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. تقريبا 72 ساعه بتفصلنا عن يوم مباراه الاستعداد والاحتفال، كلام طبعا على ماتش الاخير في مشوار الاهلي في الدوري العام يوم السبت ان شاء الله باذن الله، وفرقتنا بتستعد وبتجهز وعندنا اخبار عن الفرقه وعن اللعيبه وعن كمان ملعب مباراه النهائي ان شاء الله باذن الله نهائي دوري ابطال افريقيا. يعني بتهيألي نطمن على الفرقه الاول ساره. طبعا زي ما حضرتكم عارفين الاهلي بيواصل تدريباته خلاص استعدادا لمباراه طلائع الجيش يوم السبت اللي هيكون فيها طبعا تسليم درع الدوري للنادي الاهلي. معانا شريف شعبان من ملعب التاتش، مساء الخير عليك يا شريف، وقول لنا كده اهم ملامح التدريب النهارده كانت ايه، ومفروض كمان ان معلول راجع التدريب بكره تدريبات الجماعيه. مساء الخير ساره، مساء الخير احمد، مساء الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه الاهلي وطلائع الجيش باذن الله تكون يوم السبت الساعه 8 مساء على ملعب او استاد الاهلي، والسلام يا رب باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. انتهى المران منذ قليل، يمكن الفتره ديت مستر موسيماني قرر ان المران يكون في الرابعه عصرا الى معسكر الفريق اللي هيكون يوم الجمعه. انتهى المران منذ قليل، الراجل مركز على الجمل التكتيكيه والفنيه، يمكن شغال بيشتغل بدني الاول وبعد كده بدا يشتغل على التدريبات الفنيه، يتحرك اللعيبه ازاي، تقف ازاي، التسلم والاستلام، التكتيك، كل الراجل مهتم بالطريقه اللي بيلعب بيها في مباراه طلائع الجيش وايضا مباراه طبعا مباراه النهائي الافريقي لسه ما نعرفش قدام مين، بس باذن الله تكون يعني ايا كان الطرفين يكون الاهلي هو صاحب اليد العليا ويتوج الاهلي بلقب اللقب الافريقي النجمه التاسعه. يمكن زي ما قلت لكم علي معلول او زي ما سالتي ساره علي معلول النهارده اجرى تدريبات تاهيليه، مش مستعجلين عليه خالص، اذا كان
او علي معلول او مروان او ربيعه بيجروا تدريبات تاهليه طبعا خارج الماتش يوم السبت لراحتهم، ولكن هيكونوا جاهزين باذن الله لمباراه النهائي الافريقي حرصا على سلامتهم. النهارده الشناوي بيشارك بقوه، تمرينه الحراس النهارده كانت قويه جدا، شارك فيها محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد طارق. النهارده الشناوي ايضا بيعلن جاهزيته للفتره المقبله. الشناوي سليم جدا ولكن بيتم التعامل معاه بحرص حرصا على سلامه الشناوي، حرص على كل لاعبي النادي الاهلي. يمكن النهارده كان في جلسه بين الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والدكتور خالد محمود عشان يطمئن على اصابات النادي الاهلي. بطمنكم وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي باذن الله الاهلي هيخش مباراه النهائي الافريقي كامل العدد باذن الله. لسه بقى ما تحددش المعسكر اللي هيقوم بيه الاهلي قبل النهائي الافريقي، هيكون يومين ولا ثلاثه ولا اكتر، هنعرف باذن الله بعد مباراه طلائع الجيش. فدعواتنا ودعوات كل الاهلاويه باذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي يوم السبت ويوم الجمعه في النهائي الافريقي باذن الله. ان شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا شريف شعبان. دي كانت اخبار تمرينه الفريق النهارده. كل التوفيق لابطالنا، كلنا ثقه الحقيقه فيهم، وروح المعنويه للجماهير في السماء، وكل الدعم الحقيقه لكل نجم من نجوم النادي الاهلي، واللي عايز يرتاح يرتاح براحته، المهم نبقى جاهزين في المكان وفي الميعاد المناسب ان شاء الله عشان نحقق حلم الملايين. انجاز جديد هيضاف لكل نجم بيشارك في تحقيقه، يضاف لاداره النادي الاهلي، يضاف للجهاز الفني، وبالتاكيد حلم هيسعد جماهير النادي الاهلي في كل مكان. نروح لمنتخبنا الوطني. الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده حسام البدري استقر على مجموعه من اللعيبه عشان تدخل ان شاء الله قائمه المنتخب، ودي قائمه مبدئيه عشان يدخلوا ان شاء الله في معسكر مفتوح اعتبارا من 3 نوفمبر اللي جاي بعد انتهاء الجوله الاخيره من منافسات مسابقه الدوري الممتاز، وده طبعا لحين اعلان القائمه النهائيه اللي هتمثل الفراعنه في مباراتي توجو ذهابا وايابا، ماتشين اللي هتلعبوا يوم 14 و17 نوفمبر اللي جاي ضمن منافسات الجوله الثالثه والرابعه للتصفيات اللي بتاهل طبعا ان شاء الله تاهل منتخبنا الوطني لكاس افريقيا في الكاميرون. ينتظر طبعا الجهاز الفني انتهاء ارتباط الاهلي والزمالك زي ما حضراتكم عارفين ببطوله دوري ابطال افريقيا للتاكد من سلامه كل العناصر المرشحه من صفوف الناديين والاعلان عن القائمه المختاره طبعا بشكل رسمي للدخول في المعسكر المغلق اللي هيبدا يوم 9 نوفمبر بمشاركه خماسي اللاعبين المحترفين. القائمه دي بتضم الحارسين مهدي سليمان من بيراميدز، محمد بسام من طلائع الجيش، عبد الله السعيد وعلي جبر واحمد ايمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي من بيراميدز، محمد شريف امبي وحسام حسن واحمد ابو الفتوح سموحه وطاهر محمد طاهر من المقاولين العرب أكرم توفيق من الجونه. وقريب نقول طاهر من الاهلي طبعا الأهلي. طاهر خلاص طاهر يعتبر خلاص من الاهلي لانه موسم مع المقاولين يعتبر انتهى. فان شاء الله مستقبل كبير جدا يا احمد اللاعب ده، واحد من اهم نجوم الكره المصريه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. مطلوب منه يركز الاهلي بالنسبه له بدايه مشوار جديد، واعتقد انه لعيب بامكانيات طاهر مع نادي بحجم النادي الاهلي ان شاء الله ديو يقدم للكره المصريه والكره الافريقيه والعربيه واحد من اهم نجوم الكره في السنوات القادمه ان شاء الله مع نجوم الاهلي طبعا. خليني اقول لحضراتكم بالنسبه لماتش الدوري الابطال في الجوله النهائيه يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي مع الزمالك او الرجاء، مسؤول اتحاد الكره قالوا ان الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف وافق على اقامه ماتش النهائي ان شاء الله، ده نهائي دوري ابطال افريقيا اللي هيقام يوم 6 لغايه النهارده احنا بنتكلم عن الميعاد ثابت زي ما هو يوم 6 نوفمبر اللي جاي، هيكون على استاد برج العرب في الاسكندريه وهيكون بدون جمهور، وده بناء على قرار مصر اللي تم ارساله للكاف وتم بالفعل اعتماد ملعب المباراه بشكل نهائي. نروح بقى لاي سي ميلان اللي فشل في تحقيق فوزه للمره الاولى في الموسم الجديد لدوري الدرجه الاولى الايطالي لكره القدم طبعا بعد ما تعادل امبارح بثلاث اهداف مقابل ثلاثة مع فريق روما في مباراة سجل فيها طبعا ابراهيموفيتش هدفين من اهداف صاحب الارض. انت ايه رايك في مباراة امبارح؟ طبعا هو مبدئيا كانت فيها كرة حلوة، يعني دايما انا بقول الماتشات اللي بيبقى فيها صراع لغاية الدقيقة الأخرانية بتبقى كرة بتمتع الجمهور، حتى لو كنت بتشجعي فريق من الفرقتين، انت بتتكلمي على جول هنا وجول هنا، 1-1 بعد كده 2-1 للميلان ثم 2-2 روما وبعد كده 3-2 للميلان و3-3 روما في مباراه تألق فيها زلاتان ابراهيموفيتش بشكل كبير واحرز زي ما انت قلت يا ساره هدفين. ابراهيموفيتش ما بيكبرش هو واحد من اللعيبه، هو تركيبه يعني انا هو ظاهره
ظاهره وملوش شبيه، يعني ما تقدريش يعني في لعيبه كده تقولي ده اللعيب ده خليفه اللعيب ده، اللعيب ده ستايله زي اللعيب ده، لكن زلاتان ابراهيموفيتش ملوش زي. مش بس الملعب يا احمد، كمان بره الملعب شخصيته، طريقه كلامه، غروره شويه او الثقه بالنفس الزائده، هو فيلن في نفسه. هو فعلا فيلن في نفسه صحيح. بس الحقيقه واحد من اكتر اللاعبين، يعني بصوا كده على مشوارهم، الناس اللي ما حضرتش ابره في لحظات التوهج والتالق وان كانت مستمره لغايه اللحظه. خدوا بال حضراتكم، ابره ده ابتدى من زمان جدا، يعني مشواره في الملاعب مش قليل على الاطلاق، ولعب في انديه كتيره جدا في كل القارات تقريبا، يعني في اوروبا وفي امريكا، لعب في كل الدوريات القويه، لعب للبارسا، لعب للانتر، لعب للميلان، ورجع لعب للميلان تاني، يعني تركيبه الحقيقه ومشوار غني واهداف ملهاش مثيل. نروح بقى لرئيس برشلونة اللي رفض مطالبة مشجعي الفريق بالتنحي عن منصبه بعد طبعا القضية المشهورة المتعلقة طبعا بتقدم ميسي بطلب للانتقال في الصيف الماضي. وبدأ طبعا أعضاء النادي حملة لجمع التوقيعات المطالبة بسحب الثقة من بورتوميو وأعضاء مجلس الإدارة، غير أن الفريق أعلن امبارح أن من الصعب إقامة تصويت على سحب الثقة لحين ترخيص المسؤولين بذلك، وده طبعا بسبب فيروس كورونا. وتوقعت أعداد كبيرة من المراقبين أن يتقدم بورتوميو ومجلس الإدارة باستقالتهم قبل ما يتم إجراء التصويت على سحب الثقة، غير أن بورتوميو أكد أن فكرة الاستقالة مش خطرة في باله خالص، وان هو بيتفهم سبب خيبة امل ميسي، لكنه يأمل بقاء الارجنتيني مع الفريق للسنوات الى نهاية مشواره. بورتوميو حاصل عليه يعني جدل كبير قوي بقاله فترة يا احمد، كنا بنتكلم من ساعة موضوع ميسي وموضوع سواريز وقد ايه المشجعين كانوا متعاطفين جدا مع اللاعب الارجنتيني، على قد ما هم ما كانوش عايزين ميسي يسيب برشلونة، ولكن كان مضايقهم فكرة تعامل مجلس الادارة وتعامل الرئيس النادي بورتوميو مع اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي، وكمان مع سواريز اللي كنا بنقول مكالمة صغيرة اتقالوا فيها مع السلامة وهو الهداف الثالث في تاريخ برشلونة. في جدل كبير والناس كلها تقريبا مشجعين برشلونة كلهم مش قابلين ابدا بورتوميو، ولكن هو بيرفض الاستقالة. وايه كمان؟ ايه كمان؟ لا بس هو الحقيقة يمكن يعني بتزداد ضد ميسي قوي. لا خالص خالص على الاطلاق، على الإطلاق. انا شايف كده انه علاقة ميسي ببارسا انتهت، يعني في شرخ كبير جدا. خدي بالك لما بتتكلمي على لعيب بيعتبر ايكون، بيعتبر نموذج، بيعتبر اسطوره في المكان، غير اي لعيب تاني منتمي كان. يعني ممكن تقولي لي لويس سواريز يمشي فنختلف، يمشي لا ما يمشيش، في حد بديل، لا ما فيش حد بديل، ماشي، ده ينطبق على بيكيه، ده ينطبق على جوردي البا، لكن ميسي بالنسبه للبارسا اسطوره، زي ما هو بالنسبه للارجنتين، وزي ما مارادونا كان، وزي ما بيليه كان. اللعيبه دي لما بيحصل شرخ في العلاقه بينها وبين النادي بتاعها بيبقى صعب جدا انه ترجع العلاقه زي ما كانت. واعتقد في اغلب الظن انه احنا بنشهد اخر موسم ليونيل ميسي مع البارسا، واعتقد انه هيكون السنه الجايه في فريق تاني، يكون مين ما نعرفش لغايه دلوقتي، ده اللي هيكشف عنه الوقت او تكشف عنه الفتره اللي جايه. خلينا نروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم انا وساره، او ساره لوحدها في الفقرة اللي جاية في السادسة بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. في شخص مهم جدا لازم نقوله النهاردة، كل سنة وانت طيب، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اللي بيحتفل النهاردة بعيد ميلاده. كابتن سيد بدأت مسيرته مع القلعة الحمراء في الفريق الأول أواخر موسم 96-97 لحد ما اعتزل موسم 2005-2006. خلال المسيرة دي اللي استمرت 10 سنوات لعب 207 مباراة وسجل 33 هدف، وحقق الحقيقة إنجازات كتير جدا، مش بس كلاعب كمان كمدير كرة النادي الأهلي. مسيرة كبيرة جدا وإن شاء الله يزيد لها إنجاز جديد قريب جدا، هو تتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا التاسعة. كل سنة وانت طيب يا كابتن سيد. كل سنة وانت طيب يا كابتن سيد، وإن شاء الله يكون إنجاز جديد بيضاف لمسيرتك قريب جدا بطولة دوري أبطال أفريقيا. نروح بقى للكرة العالمية، والحقيقة في مباريات كتير في دوري أبطال أوروبا النهاردة وبكرة، يمكن الأكتر يعني الناس مستنياه يوفنتوس وبرشلونة بكرة، ولكن النهاردة برضو ليفربول طبعا كل المصريين بيشجعوا محمد صلاح، يمكن مباراة سهلة قدام ماتلند الدنماركي، ولكن ماتلند يمكن ليه ذكريات حلوة مع المشجعين المصريين أو الجمهور المصري، ولأنه شهد
خطوات او اول خطوات احتراف اللاعب المصري الموهبه العظيمه محمد زيدان، والحقيقه كان محقق موسم رائع او موسمين رائعين كمان. محمد زيدان يمكن انضم للنادي الدنماركي ده في 2003 وقعد من 2003 2005. شفنا في محمد زيدان الحقيقي اتعرف اكتر على الجمهور المصري والجمهور الاوروبي، وقدم الحقيقه موسمين رائعين. يمكن كان افضل لاعب في الفريق الموسمين دول، وكان هداف الدوري كمان مع النادي الدنماركي في الموسم الاول. محمد زيدان الحقيقه اسطوره كلنا بنفتخر بيها، وقدر بعدها ان هو يروح الدوري الالماني، وطبعا يعني يتالق بشكل كبير وخصوصا مع بروسيا دورتموند الالماني. ماتلند يمكن مش نادي كبير قوي، مش الاول في الدنمارك زي كوبنهاجن، ولكن نادي ليه اسمه، كسب قدر ان هو يكسب الدوري الدنماركي 3 مرات اخرهم في 2020 يعني الموسم اللي فات. ولكن طبعا المنافسه ما اعتقدش انها تكون صعبه ابدا على ليفربول اللي طبعا بيستعيد مستواه بشكل كبير، ويمكن دايما لينا ذكريات حلوه زي ما قلت مع النادي ده. يعني انا بشوف انه كابتن محمد زيدان من اقرب المواهب المصريه اللي كانت ممكن توصل وتحقق او تقرب للي حققه محمد صلاح لولا الاصابات الكتيره. ولكن دايما بنفتخر طبعا بمسيرته الحقيقه في كره القدم بشكل كبير، سواء في الدوري الدنماركي او الدوري الالماني او كمان مع المنتخب طبعا في افريقيا. كلام كتير عن المباراه دي وعن مباريات الغد طبعا، وخصوصا برشلونه ويوفنتوس، مع الصحفي امير نبيل الناقد الرياضي بجريده الشروق. برحب بيك طبعا في برنامج السادسه. ترى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي وبرنامج السادسه، خلينا كده نروح لمباريات النهارده بسرعه في دوري ابطال اوروبا، ويمكن تقول لي ايه اهم المباريات، ونركز طبعا على ليفربول وماتلند النهارده. صحيح، هو يمكن يعني بضم صوتي لصوتك ان الانظار هتبقى متجهه لمباراه ليفربول تحديدا بطبيعه الحال، يعني متابعه النجم المصري محمد صلاح، ويمكن الكلام اللي حضرتك قلتيه في المقدمه بخصوص محمد زيدان، يمكن فعلا محمد زيدان من النجوم اللي يعني بدانا نستشعر كلمه النجم العالمي في يوم زي يعني في بدايه عصر الاحتراف. ما كانش فيه عدد كبير من المحترفين في الملاعب الاوروبيه، يمكن زيدان هو اللي وصلنا للمفهوم ده، وابتدينا نتابع الدوريات الاوروبيه بشكل كبير، وايضا طبعا ما ننساش كابتن هاني رمزي ويعني وكابتن محمد ياباني اللي هم ابتدوا يشقوا طريقهم في الملاعب الاوروبيه. بالحديث عن محمد صلاح، يمكن تنتظر مواجهه سهله نظريا مع ليفربول النهارده امام ميكلاند الدنماركي. البدايه كانت موفقه لليفر بفوز على اياكس، فوز صعب الحقيقه، فوز على اياكس امستردام، خاصه المستويات اللي بيقدمها اياكس في السنوات الاخيره والنجوم اللي بيقدموا، وحتى بعد رحيل بعض العناصر الهامه عن صفوف في السنوات الاخيره بالانتقال لبرشلونه، ديونج او ديبيك او غيرهم من العناصر الهامه في صفوف الفريق، لكن ليفربول قدر ان هو يفتح في فوز سمين جدا. النهارده الفوز اللي لو حققه ليفربول هيعزز صدارته لترتيب المجموعه، دي دفعه قويه لمواصله الاستمرار في ترتيب المجموعه. يمكن جماهير ليفربول لم تنسى الخروج من دوري الابطال الموسم اللي فات كحامل للقب، وكانت تتمنى مسيره افضل للريدز. السنه دي يمكن البدايه لحد ما جيده في البريمير ليج، رغم فقدان يمكن جهود احد ابرز اللاعبين وهو فيرجيل فان دايك المدافع الصلب، واصابته بالرباط الصليبي حتى اللي كان بيتكلم عنها يورجن كلوب المدير الفني الالماني لليفر، وقال ان هو مش عايز يعرف تحديدا، عايز يعني مش عايز يشغل كتير في موضوع اصابه فان دايك، عايز يركز على العناصر الموجوده عنده، رغم طبعا انها اصابه مؤثره وايه يعني تؤثر على دفاع الليفر اللي كان بالفعل عليه علامات استفهام في الفتره الاخيره. لكن نتمنى التوفيق لمحمد صلاح للجنين المصري، واللي وصل كتاب الارقام المميزه على مستوى دوري ابطال اوروبا وحقق النهارده يعني نتيجة مميزة مع فريقه. يمكن مباراة الليفر كأبرز المباراة النهاردة اللي عندنا. أكيد بنتمنى طبعا محمد صلاح كل التوفيق، ولكن خلينا برضو نروح لمباراة مهمة وهي مباراة يوفنتوس وبرشلونة بكرة. ويمكن لو المباراة دي أمير كانت مثلا السنة اللي فاتت، يمكن كان هيبقى ليها صدى أكبر من كده. يعني يوفنتوس دلوقتي مش هو يوفنتوس، ولا برشلونة هو برشلونة، وحتى كريستيانو رونالدو مش غالبا بشكل كبير أو بالتأكيد أنه مش هيلحق المباراة بسبب فيروس كورونا، ولكن في برضو مواجهة. يعني مفيش ميسي ورونالدو، بس في مواجهة أرجنتينية ديبالا وميسي. شايف المواجهة دي ازاي او المباراه بشكل عام؟ هو طبعا يعني اول ما القرعه اوقعت الاثنين يوفنتوس وبرشلونه وجع ان نواجه في مجموعه واحده، وان المواجهه تبقى مبكره كده في الجوله الثانيه ما بين الفريقين،
الكل طبعا ابتدى يعني يتكلم عن المواجهه الخاصه ما بين ميسي ورونالدو. يمكن كانت اخر مواجهه ما بينهم كانت في مايو 2018 في الكلاسيكو، وبعدها على طول رحل رونالدو عن ريال مدريد وتوجه الى اليوفنتوس، يعني في مغامره وتجربه جديده للدور صاحب الارقام القياسيه. في المقابل ميسي يمكن ما بيمرش بافضل فتراته، سواء على المستوى الفردي او على مستوى برشلونه ككل، البدايه ممتازه خالص في الليجا، نتائج مش مطمئنه. نضيف على ده الازمه اللي كانت ما بينه وما بين اداره برشلونه والمتوسطه حتى هذه الفتره ما بين بارتوميو وبايس الناتي وحرب التصريحات وحتى التسريبات اللي بتطلع من الوقت للتاني. كنا نتمنى ان احنا نشوف مواجهه ما بين ميسي ورونالدو على الملعب، ما شفناهاش من فتره كبيره. الاثنين اللي بيحققوا كل الكروت الذهبيه في السنوات الاخيره وكل الارقام القياسيه على مستوى الدوريات الاوروبيه وعلى مستوى العالم في السنوات الاخيره. يمكن رونالدو ما شاركش في التدريب الاخير ليوفنتوس قبل المباراه، واعتقد بالنسبه لي خلاص هو خارج حسابات المباراه المقبله. بالنسبه لميسي يمكن عنده مشكله برضه في التهديف في الملاعب الايطاليه، يمكن رغم ان ميسي مسجل حوالي 12 او 13 او 14 هدف في الانديه الايطاليه تحديدا، ولكن منها هدفين فقط في الملاعب الايطاليه، يمكن سجله مش مثالي من امام الانديه الايطاليه خاصه في ملاعبها، يمكن بتواجه صعوبه شويه ان هو يقدر يسجل فيها الملاعب، ولكن كل شيء وارد طبعا اذا كان المباراه ما بين الكبيرين يوفنتوس وبرشلونه. نتمنى ان احنا نشوف مواجهه ممتعه. خليني برضه اروح معاك لانه تفسر بايه الهزيمه غير المتوقعه لبرشلونه قدام ريال مدريد في الكلاسيكو. يعني وانا شايفها يعني ممكن ما تبقاش مفاجاه او يعني بشكل كبير، صحيح ان كفه برشلونه كانت ارجح شويه من ريال مدريد، يمكن السكور مثلا كان مفاجئ 3-1. صحيح، يمكن النتيجه ما حدش كان متوقع النتيجه تبقى كبيره كده بالنسبه لريال مدريد على برشلونه، لكن دايما مباريات الكلاسيكو بتبقى خارج التوقعات الجديده مهما كانت حاله الفريقين قبل المواجهه. يمكن ريال مدريد كان خسر امام شختار نويسك الاوكراني على ملعبه في دوري ابطال اوروبا، البعض قال ان دي يعني نتيجه كارثيه تؤدي الى نتيجه اكثر صعوبه على ريال في الكلاسيكو، في المقابل ان برشلونه حقق الفوز على فريق باريس الفريق المجري فيه بخماسيه، ويمكن دي نتيجه منطقيه ومتوقعه، وان كان البعض يرى ان برشلونه كان ممكن حتى يتجنب الهدف اللي دخل المرمى او ان هو يزيد المجله التهديفيه في هذه المباراه. على مستوى الكلاسيكو يمكن برشلونه اجتهد وحاول، لكن ما كانش فيه يعني الحسم اللي كان غائب عند برشلونه. يمكن ده هيرجعنا لقصه تدعيمات او قبل بدايه الموسم، المشاكل اللي مرت بها الفريق وعدم وجود الفريق المنافس بشكل كبير. أمير، توتر العلاقة بين بارتوميو رئيس برشلونة وميسي بتزداد، وآخر كلام كان إن هو قال إن هو مش هيستقيل بارتوميو، ولكن من الواضح إن الخلافات عمالة تزيد، يعني الموضوع ده ممكن يروح لفين؟ آخر أبديتس، يعني ممكن نشوف إن بارتوميو فعلا بيستقيل من رئاسة برشلونة؟ يعني اعتقد ان الخلاف اللي خلاص ما بقاش خفي ما بين برشلونه وما بين اداره برشلونه وتحديدا بارتوميو وميسي، يعني هو خلاص المشكله اللي حصلت من بدايه الموسم يعني مخت المانيزان انها انتهت وخلاص ببقاء او استقرار ميسي على البقاء في البارسا واغلق ملف الرحيل، ولكن هي يعني مشبهه بالنار تحت الرمل، اي مشكله او اي اسوء تحصل لبرشلونه خاصه ازمه المزاج اللي احنا شايفينها دي هترجع ميسي تاني لفكره ان الفريق لم يحصل على التدعيمات المتوازنه، الاداره لم تقم بواجبها في وجهه نظر ميسي دائما، حتى يمكن الازمه الاخيره اللي صرفتها بعض الصحف الاسبانيه عن طرد اداره برشلونه لبعض اللاعبين لتخفيف رواتبهم، ميسي اعترض بشده يعني على حسب ما قالت المواقع الاسبانيه او الصحف الاسبانيه، اعترض بشده على ان الفكره هو يعني كان معارض لفكره ان هو تخفيض الرواتب، لانه شايف او ربط الموضوع ده تحديدا برحيل بارتوميو عن اداره برشلونه، وبالتالي اعتقد ان ده صدام جديد، وقد نرى السيناريو الذي لم يكتمل في الصيف الماضي وهو رحيل ميسي عن برشلونه، قد نراه في الصيف القادم ورحيله عن البارسا، خاصه ان الامور فيما يخص الشرط الجزائي او العقد بتاعه ممكن تكون اسهل. اخيرا، شايف رحيل سواريز اثر بشكل كبير على الفريق؟ بالتاكيد، يعني بصرف النظر كمان عن اللي بيقدمه سواريز مع اتلتيكو مدريد ويعني انتباهه سريعا في الشكل الهجومي لديجو سيميوني، اعتقد ان ميسي اعتقد ان سواريز
يعني الطاقه اللي برشلونه بيشهدها لما نتكلم عن هجوم برشلونه بنتكلم عن جريزمان مش متاقلم تماما، مش هو جريزمان اللي كان في اتلتيكو مدريد، مش هو جريزمان اللي منسجم مع زمايله، كان يعني مر بفتره انتعاش، ولكن اجمالا يعني حتى البعض يعني بينقل عن جريزمان او ان هو ربما لم يكن القرار المناسب بالنسبه له ان هو ينتقل لبرشلونه. ايضا انسو فاتي لا زال لاعب صحيح ان هو بيقدم مستويات مميزه وبيسجل فيه من مباراه لاخرى، ولكن يعني لا يمكن التعويل عليه بشكل اساسي في ان هو يكون مهاجم برشلونه يعني يمكن لو تخلص من لعنه الاصابات وتنافس على مستوى بشكل سالم ممكن يكون اضافه، لكن اجمالا برشلونه هجومه ما زال ينفصل عن مصر دي. بشكرك شكرا جزيلا أمير نبيل ناقد رياضي بصحيفة الشروق. كل الأنظار النهاردة بتتجه لمحمد صلاح لليفربول، وطبعا بنتمنى كل التوفيق للاعبنا المصري المحترف محمد صلاح، وتبقى مباراة يوفنتوس وبرشلونة بكرة هي القمة، حتى لو برشلونة مش برشلونة مع كومان دلوقتي أو بقاله فترة، وطبعا يوفنتوس لسه ما ظهرش قوي بصمات بيرلو اللي هو طبعا واحد من أساطير الكرة الإيطالية، ولكن تبقى هي المباراة الأهم، وإن شاء الله نستمتع بكرة كويسة جدا بكرة يوفنتوس وبرشلونة. نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقات. والله يعني كبر الولد، واحد من نجوم النادي الأهلي وواحد من النجوم اللي اتولدوا نجوم الحقيقة. يعني في لعيبة كتير جدا بتاخد أو بتقطع شوط طويل، تقطع مشوار طويل جدا في الملاعب عشان توصل لمرحلة من النجومية، والنجومية دي مش بس شهرة وأضواء، لا الحقيقة النجومية في المقام الأول والأخير قدرتك على تحقيق إنجاز، قدرتك على أنك أنت تسيب بصمة. فلما ده بيحصل مع لعيب وهو في بداية مشواره أعتقد بتفرق معاه بشكل كبير جدا. حصل على برونزية العالم مع مجموعة من طبعا أشهر نجوم الكرة المصرية ونجوم الأندية المختلفة، بفتكر من جيل داليا ماني، بفتكر رضا شحاتة، وكمان الحقيقة كان انضمامه في مرحلة مبكرة كمان للنادي الأهلي عشان يكون واحد من أشهر اللعيبة في الوقت ده. كابتن أبو المجد مصطفى ضيفنا في السادسة، مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا زهر. أهلا وسهلا. كبرت بس ما اتغيرتش كتير يعني شوية، وما كبرتش قوي برضه. أهلا بيك يا كابتن أبو المجد. أهلا وسهلا. الحمد لله بخير. يعني بتهيألي انه زي ما كنت بقول كده، انت كنت واحد من افراد الكتيبه الذهبيه لمنتخب مصر اللي حقق برونزيه العالم طبعا في مشهد هو قلما للاسف الشديد يتكرر، ولكنه كان واحد من اهم الانجازات طبعا اتحقق مع كابتن شوقي غريب. الحمد لله، طبعا الواحد الحمد لله يعني سعيد ان هو موجود في بيته قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بيك، ويا رب بتمنى لكم التوفيق دايما يا رب ان شاء الله، وتبقى قناه مميزه في مصر ان شاء الله وفي الوطن العربي. طبعا كنت محظوظ الحمد لله ان انا كنت موجود مع مجموعه او جيل الحمد لله كان معظمه لعيبه عندها شخصيه ولعيبه كويسه ولعيبه يمكن زي ما حضرتك قلت دلوقتي كلهم نجوم، فيمكن الحمد لله احنا بداناها من بدري شويه، يمكن كان معظمنا بيلعب في الفريق الاول للانديه بتاعتنا، فيمكن دي اتفرقت معانا لما بدانا نلعب مع منتخب او نشارك معاه في المباريات الكبيره، فكانت الامور بالنسبه لنا يعني مش صعبه. فيمكن دي برضو من الحاجات اللي الكابتن شوقي غريب ركز عليها، يمكن كانت ماتشاتنا كلها كان بيعملها مع الفرق الجامده والفرق القويه، وبيعمل بيخلينا نشارك مع الانديه الكبيره، يمكن حتى كانت الماتشات الوديه اللي كان بيعملها لنا في الفتره ديت كان على طول بيلعبنا مع المستويات الاعلى والسن الاكبر، بحيث ان انت لما تيجي تخش البطوله او تلعب تحت ضغط البطوله يبقى بالنسبه لك الاجواء بقت عاديه، فتقدر ان انت تتادي وما تخافش وتبدا الامور معاك تبقى سهله يعني. بس يعني سيبك انت، الاستعداد يعني كان نفسي او كان بدني او كان خططي ومهاري شيء، وانك تلعب في بطوله اسمها بطوله العالم برضه شيء تاني، يعني بطوله تقيله وفي رهبه، واحنا مش متعودين كمان يعني لما بتبقى بتشارك باستمرار في البطولات الى حد ما بتاخد على اجواءها وتتعود عليها وتحس انك عندك طموح في انك انت توصل، مش هقول تفوز بيها بس هقول توصل لادوار متقدمه، لكن لما تبقى بتشارك كل فين وفين بتبقى غالبا رايح عشان التمثيل مشرف يعني، او عشان رايح تعمل احسن حاجه ما عندك، لكن ما عندكش طموح كبير قوي انك انت تتاهل وتكمل دور 8 ودور 4 وقبل النهائي وهكذا. انتوا كنتوا رايحين وانتوا عارفين انكم ممكن تحققوا حاجه، ولا ده جه مع البطوله بشكل تدريجي؟ لا، ما ده اللي انا بدات بيه مع حضرتك، ان احنا يعني حتى في استعداداتنا الفنيه والبدنيه والمعسكرات اللي احنا اشتغلنا عليها
ده كان هدفنا ان احنا لا عايزين نحقق حاجه. الحمد لله احنا كنا شايفين ان احنا جيل محترم وجيل كويس، فمش صعب ان انت تقدر تحقق ميداليه او ان انت تبقى مع الكبار يعني. فكان بالنسبه لنا زي ما قلت لك المشاركه في كاس العالم كانت بالنسبه لنا خلاص احنا عملنا الصعب. احنا كان الصعب بتاعنا في الفتره الاولانيه بطوله افريقيا اللي هي بتاهلك لكاس العالم. تمام. فيمكن دي كانت الفتره الاصعب، ان انت برضو بتلعب تحت ضغط ان انت عايز تخش في النهائيات وان انت توصل لكاس العالم. فالحمد لله بعد ما حققنا ودخلنا النهائيات بدانا بقى نركز تركيز تاني، بدانا ان احنا حتى مشاركتنا مع الماتشات الوديه مع منتخبات كبيره. فكان بالنسبه لك كل البروفات اللي حصلت قبل كده كانت استعداد للبطوله، فانت لما دخلت البطوله ما كانتش الاجواء صعب عليك في الفتره دي. فيمكن دي برضو من الحاجات اللي احنا كابتن شاور ركز عليها الفتره ديت ويمكن فادتنا بشكل كبير، ان انت لما دخلت لا كان الطموح من البدايه ان انت عايز تحقق حاجه. والحمد لله يعني الدنيا مشيت كويس واللعيبه بصراحه كانت على قد المسؤوليه يعني. صحيح. الحمد لله. انت اتمرنت مع اثنين من اكبر يعني الاسماء في عالم التدريب، مدرب مين المصريين كابتن شوقي غريب، واتمرنت مع مانويل جوزيف ولايته الاولى طبعا، واحد من اكفا واشهر المدربين المديرين الفنيين اللي تولوا مسؤوليه النادي الاهلي على مدار تاريخه الحقيقه. وده يخليني اسالك على موسيماني، يعني لو دخلت في مشوار الاهلي بقى، واعتقد انه احنا في مرحله مهمه جدا وعندنا ماتش مهم جدا طبعا في انتظار الفائز من الرجا والزمالك عشان نقابله في النهائي. مستر موسيماني قدم 5 ماتشات مع النادي الاهلي، جه في توقيت صعب جدا، جاي على بطوله في غايه الاهميه بالنسبه للنادي الاهلي، مش بس السيزون ده، احنا بنتكلم على بطوله غايبه من 7 مواسم. رايك فيه ايه في الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه النادي الاهلي؟ يعني حسابيا لما انت جيت بص الفتره اللي قضاها مستر موسيماني مع النادي الاهلي، الخمس ماتشات نسبه النجاح فيها نسبه كبيره جدا. برضو مش عايزين نقول ان هو دخل في فتره صعبه قوي، لا بالعكس هو دخل برضو على تيم النادي الاهلي محقق بطوله الدوري وحاسمها من الدور الاولاني. فبرضو داخل في التوقيت. بس عندك يعني انت داخل قبل اسبوعين من اهم ماتش هيلعبوا النادي الاهلي في الفتره دي، كان مواجهه الوداد خارج ملعبك يعني. مزبوط. والاهلي الفرقه اللي انت بتيجي تستلم وراها، ممكن تكون عارفها وقابلتها ودارسها في افريقيا، بس كمان فرقه ما كانتش في احسن مستوياتها في اخر فتره ريني فايلر، وبتعاني من قائمه غيابات مش قليله مؤثره بالتاكيد. طبعا يعني زي ما قلت لك في البدايه ان مستر موسيماني دخل برضو، النقطه اللي انا بس اقصدها ان هو دخل برضو على الفرقه مش يعني الفرقه جاهزه عليها. يعني الفرقه جاهزه. هو يعرف النادي الاهلي ويعرف قيمه النادي الاهلي ويعرف اهميه البطوله للنادي الاهلي، وهو بالنسبه له برضو عنده خبرات كبيره جدا في المشاركه الافريقيه مع سان داونز قبل ما يجي النادي الاهلي. فيمكن برضو الثلاث مباريات اللي لعبهم قبل الماتش الوداد يمكن يعني خلته يشتغل بشكل جيد ويحفظ اللعيبه، او ان هو يدي بعض الملاحظات او بعض التنبيهات للعيبه هيلعب ازاي هيدي شكل ازاي. لكن هو برضو من الميزه اللي اشتغل عليها ان هو ما غيرش كتير في طريقه اللعب او حتى شكل الفرقه. هو كان بيلعب بنفس الطريقه دي بالمناسبه في سان داونز، يعني مظبوط نفس طريقه اللعب اللي بيلعب بيها مع الاهلي هي نفس طريقه اللعب اللي كان بيلعبها مع سان داونز. مظبوط. لا انا اقصد حتى كمان في ماتش الوداد الاولاني اللي هناك ما لعبش بطريقه دفاعيه، بالعكس هو لعب بتكتيك منظم، عايز يحافظ على النتيجه وعايز يحافظ على امتلاك الكوره، واستغل دوت في المساحات اللي في ظهر مدافعين الوداد. فيمكن ده الحمد لله يعني قدر يشتغل عليه الفتره اللي فاتت بشكل كويس، وده اللي انا بقول لك عليه ان هو يعني حفظه للعيبه ووصل فكره طريقه اللعب اللي هو عايز يلعب بيها في الماتشات ديت. ماتشات النهائيات بتبقى مختلفه تماما عن ماتشات الدوري، وان انت بتبقى عندك فرصه تقدر تعوض، لكن ماتشات النهائيه دي بيبقى ليها تكتيك معين وبيبقى ليها شكل معين، فبيحتاج ان اللعيبه تبقى مركزه بتركيز كامل، وبتحتاج ان اللعيبه برضو تبدا تحفظ الشكل او طريقه اللعب اللي مطلوبه منهم عشان تقدر ان هي تنفذ او تنجح بنسبه 100%.
صحيح. فده ده اللي هو عامله في الفتره ديت، وانا شايف ان ده نجاح كبير بالنسبه له، ان هو قدر في فتره قصيره ان هو يتاقلم مع اللعيبه، يتاقلم مع الجو، ويبدا يوصل فكرته للعيبه، فدوت نجاح كبير بالنسبه له. يعني هو طبعا واضح انه حصل حاله انسجام شديده جدا. مظبوط. نفس اللعيبه، نفس التيم، نفس الظروف، نفس الموسم الصعب جدا والطويل جدا، لكن ده ينقلنا كمان رغم كده حسينا بانه الاهلي استعاد شخصيته ولاعيبته استعادت روح البطوله مره ثانيه، على الرغم ان احنا ما تعثرناش على مستوى النتائج، لكن يمكن على مستوى الاداء هو اللي يمكن كان في كلام او علامات استفهام كتيره جدا. ده ياخدنا للماتش الاهم، ماتش الاهلي والرجاء او الاهلي والزمالك، بس خلينا نتكلم فيه اكتر والمرحله الاستعداد ليه مع كابتن ابو المجد مصطفى ضيفنا في السادسه بعد الفاصل. السوبر ديانج، واحد من اهم صفقات النادي الاهلي الناجحه في الفتره الاخيره، واحد من اللعيبه اللي اصبحت من اهم مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، يؤدي جميع الادوار، يتحرر بدون كلل او ملل، بيتحرك من الصندوق للصندوق، بيدافع ويهاجم وبيعمل كل حاجه في الكوره. الحقيقه واحد من اكثر اللاعبين المميزين، والحقيقه يمكن يكونوا كمان ظهروا بشكل مختلف مع موسيماني. مره ثانيه برحب بيك كابتن ابو المجد. كنا الحقيقه يمكن قبل الفصل بنتكلم عن مشوار الاهلي في افريقيا، بتهيالي تتفق معايا انه اليو ديانج واحد من نجوم الاهلي المتوهجه والمتالقه الفتره الاخيره. يعني طبعا ما فيش شك ان هو ليه دور كبير جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، خاصه ان هو برده من مميزاته ان هو بيقدر يكمل تحت الفراوده بشكل كبير، يعني مش من الديفندرات اللي هي بتقطع وتسلم بس، لا بالعكس هو ديفندر بيقطع وبيسلم وكمان بيشارك باستمرار مع الهجمه، فيمكن ديت هي اللي مخليه شكله يعني كويس مع النادي الاهلي. طبعا هو دخل مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت او مع في بداياته تدريجيا، ويمكن كان برضه الماتشات هي اللي علته بشكل جيد الفتره الاخيره بس بيبان يا كابتن ابو المجد، يعني زي ما بيقولوا كده الجواب بيبان من عنوانه، لعيب الكره بيبان من عنوانه. آه طبعا. بتبان من طبعاً. من من طريقه جريته، من طريقه استلامه وتسليمه للكوره، من طريقه تحركه بدون كوره في الملعب، بيبان احنا عندنا لعيب كوره. مظبوط. ولا يعني لا اكيد طبعا. مظبوط طبعا كلام حضرتك، هي الفكره كلها زي ما قلت لك ان هو عنده مميزات اشتغل عليها مع النادي الاهلي، فيمكن هي ديت اللي ظهرته بشكل وما خدش وقت فيها. دخل بقوه، ثبت رجليه في التشكيل، زي ما قلت لك فكره ان المدافع اللي بتلاقيه بيكمل مع الهجمه بشكل ايجابي، ده بيبقى حلين عند المدرب. بيبقى محتاج حد قوي يقدر يقطع ويقدر يبقى يعني زي ما بنقول بالبلد كده مسمار في نص الملعب، ما بيعديش الهوا. والحاجة التانية ان هو بيبقى محتاج الزيادة العددية ديت بيستغلها مع الهجمة. فيمكن هو الحاجات المميزات اللي عنده في الفترة الأخيرة الجانب الهجومي شوية مع النادي الأهلي. أيوة. بيقولوا ان من أكتر الحاجات اللي كانت اللعيبة يعني اللي لعبت مع مستر جوزيه، انه من اكتر الحاجات اللي كانت بتميزه انه عنده قدره كبيره جدا على تحفيز اللاعبين، يعني وخصوصا في الماتشات المهمه او في البطولات المهمه كان عنده قدره ان هو يخلق الحافز للاعيبه، لو تفتكر كده يعني. واحنا مزبوط. واحنا محتاجين فكره الحافز دي طبعا بشكل كبير. ايه اكتر حاجه يعني ما تقدرش تنساها او جمله او حاجه قالها لكم مانويل جوزيه قبل ماتش مهم؟ طبعا انا فاكر ماتش ريال مدريد، طبعا احنا كان ماتش احتفالي بس اللعيبه كلها كانت نازله، برضو انت بتلعب ريال. نجوم العالم طبعا. فبالنسبه لنا حاجه كبيره جدا. روبرتو كارلوس بالظبط، ويمكن حتى في التوقيت دوت الاستاد كان طبعا يعني ممتلئ على اخره. فيمكن من الحاجات اللي كان بيتكلم معانا فيها هو ما اتكلمش كوره، يعني ما قالش احنا هنلعب ازاي، يعني ما تركش النواحي الفنيه كتير. هو كان مركز في حته ان انت هتلعب ماتش، انت بتحتفل بمئويه النادي بتاعك. أيوة. دي حاجه في تاريخك، هتلعب قصاد لعيبه العالم، ادي ويلعب وما تخافش، ولازم تبقى مبدع في ادائك. فيمكن كان كل الكلام اللي كان مركز عليه
تحفيزين للعيبه ان انت لعيب كويس، لا لازم يبقى عندك ثقه في نفسك وانت بتلعب في اكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا. فبالنسبه لك لما تلعب قصاد لعيبه العالم المسافه مش هتلاقيها بعيده قوي، وده اللي تم. يمكن حتى احنا كانت الرهبه شويه في اول 5 دقائق 10 دقائق، لكن الحمد لله يمكن الامور اختلفت بالنسبه للفرقه. اه طبعا. لكن بالنسبه لك انت ايه؟ والله انا كنت يعني انت نازل في ناحيه فيها كان روبرتو كارلوس. يعني خلي بالك يعني روبرتو كارلوس كان يعني ليه حكايه معايا من زمان. يمكن كنا في منتخب مصر وقاعدين بنتفرج على ماتش ريال مدريد بيلعب في الدوري الاسباني، وكان قاعد جنبي حسام غالي. فبيقول لي تخيل لو انت بقى لعبت على روبرتو كارلوس، يعني شوف بقى ايه اللي هيحصل، فهيقطعك ومش عارف ايه. فالمهم يعني حلم بالنسبه لي ان انا يعني العب قصاد روبرتو كارلوس. فالحمد لله زي ما قلت لك هي الرهبه اول 5 دقايق. نزلت الملعب بالزبط. وانت شايل التقل على كتافك. بالظبط. لكن الدنيا بقت سهله لما بدات الكره تمشي معاك، بدات ان انت تلاقي تحس ان الموضوع مش بعيد والموضوع سهل. فالواحد خلاص دخل في جو المباراه. فيمكن الحمد لله بعد الماتش قلت له ايه رايك يا حسام، ايه الاخبار؟ اديني لعبت قصاد روبرتو كارلوس. فالحمد لله يعني كانت برده من الحاجات اللي الواحد يعني تحسب له ان لعب قدام منتخب مصر منتخب العالم. فيمكن دي حاجه يعني بعتز بيها جدا في تاريخي طبعا. طب خليني اروح لطلائع الجيش. طلائع الجيش ماتش طبعا احتفال، بس ما فيش مانع ان احنا واحنا بنحتفل وبنستلم درع الدوري، بطوله حقق فيها الاهلي عدد كبير جدا من الارقام القياسيه، وقدم موسم طويل جدا شاق جدا. ما بيتهيأليش في اي سنه من السنين، يعني انا مش متذكر، لو انت تتذكر يا ريت تقول لي، انه موسم امتد لاكثر من سنه وثلاث شهور او سنه وشهرين. لا لا ما حصلتش. لا فموسم صعب جدا. احنا هنستلم فيه درع الدوري ان شاء الله. بإذن الله. مبروك ليك ولكل جماهير النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي. بس ما فيش منع برضو انها ماتش فرصه ان انا اجهز لمباراه الرجاء او الزمالك، برضو هقول لغايه دلوقتي لسه ما عرفناش ايه اللي الشكل الامثل اللي ممكن استفيد بيه في ماتش زي ده من وجهه نظر الكابتن ابو المجد. بص يعني انت لو سالتني انا شخصيا، لو انا حابب اشوف اني شكل او اني وضع اتعامل معاه، انا شايف ان مستر موسيماني لا يعني معظم العناصر لازم تريح. خاصه ان انا عندي برضو مراكز معينه فيها مشاكل اصابات وغيابات. طب خلينا اسالك السؤال بشكل تاني، مين اللي انت عايز تشوفه في الملعب في ماتش طلائع الجيش؟ بص انا ما عنديش مشكله معظم الناس اللي ما كانتش بتشارك بصفه مستمره الفتره اللي فاتت. لا انا محتاج ان انا اشوفها في الفتره ديت، يعني خاصه ان الفتره بين الموسم والموسم مش هتبقى كبيره. فطبيعي ان هو لازم ياخد انطباعات برضو في يعني انت عايز تديله فرصه يحكم على اللعيبه اللي ما شافهاش في الملعب. بالظبط ده وجهه نظري يعني. تمام. فكره التجهيز للمباراه النهائي متهيألي ديت هتبقى يعني هتبقى مختلفه تماما، وممكن تبقى طريقه اللعب هتبقى مختلفه تماما عن المباراه ماتش بتاع مباراه النهائي. فانا زي ما قلت لحضرتك انا لا برجح ان انا لو انا هشوف لا انا محتاج ان انا ادي اللعيبه اللي ما خدتش كتير، محتاج ان انا اشوف بعض الناس هل هتقدر تكمل، هل هتستوعب او هتستوعب طريقه اللعب اللي انا عايز العبها فكري، الحاجات دي كلها انا شايف انه المهم جدا ان هو يشوفها الفتره ديت، خاصه زي ما قلت لك ان الفتره بين الدوري والدوري مش كبيره. تحط لي التشكيل ايه تشكيل ماتش الطلايع؟ يعني متهيألي هيبقى مثلا برضه ايمن اشرف. ان مفيش علي لطفي الاول ولا الشناوي؟ ايه تدي علي لطفي ولا الشناوي؟ لا ادى علي. علي لطفي. علي لطفي كابتن. علي لطفي. علي لطفي. ايمن اشرف. محمد هاني. مش عارف احمد فتحي يعني ممكن يبقى موجود الماتش ده ولا لا، بس لو موجود هلعبه الماتش دوت ويختم معايا الموسم يعني بـ 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 بالاحتفاليه. تمام. احمد محمود وحيد ناحيه الشمال. محتاج علي. محتاج السليه وحمدي ولا وحمدي فتحي. وحمدي فتحي. وليد سليمان لازم ياخد. محتاج مروان محسن. احمد الشيخ ياخد. كهربا ياخد. ان برضو ده ممكن يبقى برضو ده اللي محتاج ان هو بقى يتجهز. ان هو برضو اصابه، راجع من اصابه. صلاح ما يبتديش.
إيه صالح؟ يعني يعني في مكانه في مكانه وليد لا يعني انا شايف وليد ياخد احمد الشيخ ياخد ان هم هيبقوا اقرب للعب في ماتش يعني بتجهز برضو يعني ان وليد برضو ما لعبش بصفه مستمره الفتره اللي فاتت احمد الشيخ نفس الكلام فمحتاج ان انا برضو برضو يبقى عيني عليهم ودولت مش هختبرهم. طيب ماتش الفاينل ماتش صعب لاكثر من سبب. السبب الاول هو انه مباراه من جوله واحده تمام. او انه خليني اقول مواجهه من جوله واحده، يعني انت هتروح مش هفيش ذهاب وعوده زي ما اتعودنا، انت هتروح تلعب ماتش واحد ومفيش فرصه عندك لا قدر الله لو اتاخرت انك انت تعوض. دي نمره واحد. نمره اتنين انت بتلعب وما زال برضو في بعض الاوراق المهمه عندك يا اما بعيده يا اما غايبه بسبب الاصابات. وعندك منافس يمكن يكون تقريبا عنده نفس الحافز بتاعك، تشوف الماتش ده ازاي وتشوف مين الافضل لمواجهته من وجهه نظرك، زمالك ولا رجاء؟ طبعا انا رايي ان يعني يكون الزمالك طبعا بالنسبه لي انا، يعني ده هيكون ليا دوافع وحافز اكبر ان انا العب نهائي في القاهره مع نادي الزمالك، خاصه ان انا برضو بس في القاهره بقى في برج العرب خلاص. تمام بس في مصر يعني. ايوه في مصر طبعا. تمام انا كنت اتمنى ان هو يتلعب في القاهره. كنت تتمنى يلعب خلاص يعني طبعًا. ده قرار كاف وتلعب الماتش في برج العرب وبدون جمهور، كان نفسنا الحقيقه وكلنا امل يعني لو تاهل الزمالك وطرفي النهائي مصريين كان نفسنا يعني نشوف حتى عدد محدود شويه من الجمهور، لكن خلاص الماتش من غير جمهور. تمام انا كنت يعني زي ما قلت لحضرتك انا يعني بفضل ان انا العب قصاد نادي الزمالك، بالنسبه لي نادي الزمالك فرقه مش غريبه بالنسبه لي، لا انا حافظ طريقه لعبهم، حافظ امكانيات اللعيبه بتاعتها. تخاف من المجهول يعني؟ ايه تخاف من المجهول يعني شويه يعني شويه، خاصه يعني الرجاء فريق قوي وفريق يعني ما يستهانش بيه، وبرضو عنده دوافع وعنده حلول ان هو يحقق البطوله، نفس الكلام نادي الزمالك. بس انا بتكلم ان انا كنادي اهلي انا 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 عايز العب نادي الزمالك لعده اسباب، منها ان انا ما كسبتوش السنه دي، فبرضو ان انا العب ان شاء الله نهائي بينه وبين نادي الزمالك واحقق بطوله افريقيا وكمان احقق المكسب على نادي الزمالك بتبقى ليها طعم تاني وبيبقى ليها يعني احتفاليه تانيه، ودي حاجه يعني ان شاء الله باذن الله مش هتكون صعبه على النادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه، خاصه النادي الاهلي الحمد لله الفتره الاخيره يعني عنده الدوافع وعنده الحاله بتاعته يعني فنيا ونفسيا عاليه الحمد لله، فانا بالنسبه لي مش هتبقى الدنيا صعبه لو قابلت نادي الزمالك. وفي نفس الوقت برضو لو جت لو قابلت الزمالك ايه مفاتيح اللعب اللي تخاف منها في فرقه الزمالك؟ ايه من او ايه هي نقط القوه في نادي الزمالك اللي شايف ان لازم نتعامل معاها او نجهز لها او نحاول ان احنا يعني بمنتهى الامانه هم عنده طبعا فرجاني طبعا من اللعيبه المهمه جدا في نص الملعب، ويمكن عنده النزعه الهجوميه بشكل كبير جدا ويمكن بيقدر يوصل الفراغ ده، عنده مصطفى محمد مهاجم محترم لازم برضو ان احنا يعني نركز عليه شويه، برضو بيقدر يهرب وبيقدر يلعب بدماغه كويس، بيقدر يشوط من مسافات فلازم ابقى مقرب منه، عنده عناصر كتيره جدا في نص الملعب يعني هو النادي الزمالك بيميزه نص الملعب بتاعه هجوميا، فيمكن دي وايه نقط الضعف اللي شايف ان الاهلي لازم يركز عليها ويشتغل عليها في فرقه الزمالك؟ انا شايف ان نقطه الضعف برضو الديفنس عند نادي الزمالك برضو لسه عنده مشكله في تمركزه في السرعات اللي عنده، يمكن برضو المجموعه اللي موجوده مش ما عندهمش السرعات اللي هي تقدر تشتغل بشكل بالظبط تشتغل بشكل كويس، زي ما بقول لك احنا برضو في نقط كتيره لازم نشتغل عليها، ان احنا الحمد لله معظم ماتشاتنا مع نادي الزمالك بيبقى عامل حساب قوي 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 للماتش ده، بيبقى عامل حساب للفرقه، فيمكن دي من النقط اللي النادي الاهلي او اللعيبه لازم تستغلها بشكل كويس، لما بتلاقي حد بيلعبك بحذر او خايف يهاجمك بشكل قوي انت لازم ما تديلوش الفرصه ان هو يبدا ياخد الثقه عليك،
فانت لازم من البدايه تبدا تشتغل على الضغط المستمر، وتبدا ان انت تبقى مستحوذ معظم الوقت على الكوره، ويبقى في تهديد للمرمى اكتر من مره، بحيث ان انت تقدر تسيطر على الماتش ويبقى الماتش بالنسبه لك سهل. كنت في نفس المكان وكنت لابس تيشيرت النادي الاهلي وجي جيل ورا منك، تحب توجه له كلمه ايه سريعا قبل مباراه النهائي المنتظره؟ طبعا يعني بتمنى لهم رب التوفيق ان شاء الله، وانا شايف ان دي فرصه ما تتكررش كتير. اي حد بيخرج بره النادي الاهلي عمر الفرصه ديت ما بتتكرر له، ده تاريخ ليك وحاجه هتضاف لاسمك ولتاريخك والتاريخ نادي الاهلي، وهتتسجل ان انت سنه كذا خدت بطوله كذا، ودي بطوله مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. فبتمنى ان شاء الله ان هم يبقوا على قد المسؤوليه ويقدروا ان شاء الله يحققوا البطوله اللي غابت 7 سنين. فان شاء الله باذن الله انا شايف ان الجيل قادر ان هو باذن الله يحقق، وان شاء الله باذن الله حاسس ان يعني الموضوع ان شاء الله مش صعب ان شاء الله باذن الله. ما كناش ابدا قريبين زي ما احنا قريبين المره دي، كل التوفيق لفرقتنا. دي بقى البصمه وده التاريخ الكبير اللي بيسيبه كل لعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي. نتمنى كل التوفيق لابطالنا. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ابو مجدي على تشريفك هنا في السادسه. شكرا لحضراتكم على متابعتنا، وبكره ان شاء الله نقابل حضراتكم في لقاء جديد. تحياتي ليكم.